يعني على ماذا خرجتم؟ نعم. بالنسبة لنا واضحة، الناس كلها تعرف ليش خرجت التظاهرات. أنا دا أسألك عن الذي تحقق. أي. جاوب الناس، إيش تحقق من مطالبكم من إراداتكم؟ اللي تحقق خلي الشعب يقول تحقق. شو تحقق مثلا؟ هسه احنا الرجل، احنا اجى الكاظمي، حكومة الكاظمي، الرجل يريد يشتغل. يعني هسه نحكي، احنا نحكي الشيء اللي يسويه ولا يريد ما يسوي. الرجل يريد يشتغل، بس يا هل ترى راح يخلوه يشتغل؟ ما راح يخلوه. يعني مو بس الأحزاب الموجودة الحاكمة بالعراق، لا، حتى دول إقليمية ودول جارة وكل الدول ما تريد أي استقرار للمنطقة بالعراق. أي دولة هسه حاليا محاطة بالعراق ما تريد الاستقرار للبلد. ليش؟ لأن عندها أذرع وعندها نفوذ وعندها أذية لبلدنا لا أكثر ولا أقل. فإحنا هسه مكافحة الفساد ألقوا القبض على الفلان الفلاني، على الشخص الفلاني، أمر قبض على مصارف، مدير مصارف قام تبديل. آمنتوا بالله أكو أمور كانت يعني ما أريد نذكر أسامي. هذه الاعتقالات أحمد علي عفوا. هذه الاعتقالات اللي بدت بمدير. نعم. دائرة التقاعد أحمد عبد الجليل ونزولا ومن معه، هذه. نعم. تحسب لتشرين والاستثمار وهيئة الاستثمار تحسب لتشرين؟ طبعا تحسب لتشرين، طبعا العدل من تحسب. لو ما تشرين يبقون معشعشين بعد 200 سنة ما يطلعون، أتحداك بعد ما يطلعون. احنا نطلع وهم ما يطلعون، احنا نطلع من العراق، الشعب العراقي يطلع من العراق وهم ما يطلعون، يبقون بس هم يتداورون بسرقاتهم وبأموالهم وفسادهم الإداري والمالي. ايضا صار تحرك على المنافذ الحدودية على سبيل المثال والرقابة عليها وارتفاع مداخيلها في الخزينة العامة، هل هذه ايضا تحسب لتشرين؟ اي كان طبعا استاذ الدكتور زيد، يعني الشعب العراقي دا يعرف انه ثوره تشرين الثوره حقيقيه، ثوره طلعت من اجل فساد، ضد الفساد طلعت ورادت وطن. احنا هذا ليش اموالنا ليش ما ترجع لبلدنا؟ ليش دا تروح لغير بلاد؟ ليش هاي الكوميشنات دا تروح لغير دول؟ ليش دا تتصدر لغير دول؟ ليش الدول اللي يمانعون بناء الفاو او بناء الخطط السككيه او الى اخره، ليش غيره هم مستفادين باذيتنا؟ هاي الدول الباقيه مستفاده ترى باذيتنا لا اكثر ولا اقل. يعني احنا لنذب لهم لانه احزابهم هم مسلطينها، خليلهم بالعراق متسلطه على الشعب العراقي. فلهذا السبب احنا من طلعت تشرين طلعت وهاي انجازاتها، وبعد احنا ما نكتفي بهذا الشيء، احنا هسه نطلب ان القضاء قضاءنا عادل ونزيه ان شاء الله. احنا نطالب بمن كشف كل القضايا الفاسده والتحقيق امام الملأ امام هذا الناس. التحرك